النهارده في انباء، يعني امبارح انا حبيت العبه شويه ولكن يعني اعفيته من الحرك شويه. النهارده في انباء كبيره جدا عن تولي عماد متعب اداره منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه، اذا كان هذا الموضوع صحيح. حتى الان لم يصدر شيء بشكل رسمي، ولكن الاقرب ان يكون عماد متعب هو مدير المنتخب. كابتن ايهاب جلال هو المدير الفني للمنتخب الوطني، كابتن حمد ابراهيم وكابتن محمد شوقي وكابتن طارق مصطفى ثلاثه مدربين، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وبقيه الجهاز اللي هيكون متواجد معاه كدكتور وكذا لسه لم يتم الاعلان، ولكن ده التشكيل الاقرب لجهاز المنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. عندنا تحفظات، عندنا اي حاجه كجمهور، مش كاسلام، كجمهور خلينا نصبر ونشوف ايه اللي هيحصل. خلاص لو تم اتخاذ هذا القرار، المجموعه دي هي اللي ستقود منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. أسماء أخرى كان من وجهة النظر ناس كتيرة أو ناس أو وجهات نظر مختلفة، كان نفسها تشوف كابتن حسن شحاتة، في ناس أخرى كان نفسها تشوف الكابتن حسام حسن، في ناس ثالثة كان نفسها تشوف الكابتن حسام البدري، ولكن إذا تم هذا الاختيار اللي بنسبة 90% سيتم الإعلان عنه بكرة غدا إن شاء الله، أو ممكن وإحنا شغالين هنقول لحضراتكم، لكن غدا الأقرب إن غدا سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني لمنتخبنا الوطني بجهازه كاملا. هنبقى هنقول عندنا ايه 1 2 3 وهنتكلم في كل الامور، ولكن ستكون هناك مسانده كبيره جدا جدا للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. الناس دي بتلعب باسم مصر، مش بتلعب باسم اي بلد تاني، لا الناس دي بتلعب باسم مصر. هنقول لهم او هنعرف راي الجمهور وهنقوله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان الناس عندها تحفظات في 1 2 3، وهنحاول نواجه الكابتن ايهاب جلال اذا كان هو المدير الفني بهذا الموضوع. عموما هنستنى لغايه بكره برضو عشان نشوف من سيكون المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وان كان زي ما قلت لحضراتكم الاقرب كابتن ايهاب جلال بجهاز فني مكون من كابتن حمد ابراهيم، كابتن طارق مصطفى، كابتن محمد شوقي، وكابتن مصطفى كمال لحراسه المرمى، وايضا الكابتن عماد متعب كمديرا للمنتخب. الناس اللي بتقول مثلا واحد زي عماد متعب ما عندوش خبرة، ولكن عماد متعب عنده خبرة من تواجده كلاعب. وبعدين اللاعب او عايزين نجيب مدير منتخب يكون خبرة. طيب هو مدير المنتخب السابق اللي نجح من وجهة نظر البعض ان كابتن ايهاب لهيطة نجح، هو كان مسك حاجة قبل ما يبقى مدير للمنتخب؟ كان عمره مسك منتخب قبل كده عشان يبقى مدير منتخب؟ لا، كان عنده طبعا تجارب اداريه اخرى، ولكن نجح في ان يصل مع منتخبنا الوطني الى كاس العالم. انا بتكلم على الكابتن ايهاب لهيطه، كان هناك بعض التحفظات ولكن الراجل نجح في شغله وكانت الامور جيده جدا خلال الفتره على الاقل الاولى. وبالتالي اسم كبير زي عماد متعب لما يبقى موجود كمدير للمنتخب اعتقد ده شيء جيد جدا. بنحاول او البلد بتحاول تخلق، أو المسؤولين في اتحاد كرة القدم أو في اللجنة الخماسية بيحاولوا يخلقوا كوادر جديدة من الممكن أن تستفيد منها البلد خلال الفترة اللي جاية في هذا المجال. شفنا محمد فضل بيؤدي بشكل جيد في قبل كده في إدارة بطولة كأس الأمم الأفريقية، النهارده موجود في اللجنة الخماسية وله دور وله اسم صوت مسموع الحقيقة داخل اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد. وبالتالي محتاجين ان احنا نشوف شباب، محتاجين ان احنا نشوف تجارب مهمه جدا، خصوصا لما تبقى عندها او عندها ثقل كبير جدا من عمر طويل لعبته مع المنتخب الوطني. نتمنى لهم يا رب التوفيق اذا بكره تم الاعلان عن هذا التشكيل الجهاز اللي احنا دايما او اللي بيتكلموا عنه بقالنا حوالي 4 5 ساعات من شويه. طلع اتقال اعتقد في الجول اتقال ان في مصدر بيقول ان الجهاز ده هو الاقرب لتولي المهمه خلال الفتره القادمه. هنشوف ايه اللي هيحصل بكره وهيبقى عندنا كلام كتير جدا في هذا الموضوع. كابتن محمود الخطيب قعد مع لاعبي النادي الاهلي وقال لهم